السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كيف العادة احنا في البرية في واحد المنطقة، غادي ندير جولة بالسيارة، غادي نحاول نوثق بعض المخلوقات اللي كاينين في هذه المنطقة هذه. هذه المنطقة هذه منطقة كيف كتشوفوا فيها كيكثر فيها النبات نتاع الدوم، وكاينين بعض الأشجار، كاين واحد الغابة نتاع الأشجار نتاع الصنوبر كيعيشوا فيها بعض الطيور وبعض الحيوانات. ان شاء الله نصادفوها هذا النهار ونصوروها لكم. وكذلك نصبوا بعض كاميرات المراقبه الليليه باش نشوفوا الحيوانات اللي كتخرج بالليل. تابعوا معنا الحلقه حتى الاخر، وتحياتي لكم. طائر البومة راها واقفة فوق الحجر. طائر بومة أم قويق، أو لا كيف كنسميوها بالدارجة المغربية موكا. الطائر أكثر انتشارا في أنواع البوم في المغرب، موجود بكثرة. غالبا ما كنشاهدوا هذا الطائر هذا فوق شي صخرة ولا فوق شي ركيزة ولا شي دار مهجورة. هربت ومشات دخلت في واحد الغار وبقات كتراقبني كيف كتشوفوا في الفيديو غير بنص عين، وفي نفس الوقت كتراقب السماء واش كاين شي طائر جارح يريد الافتراس ديالها. هو طائر من الطيور الرائعة اللي كتساهم بشكل كبير في التوازن الطبيعي، واللي كتقلص من أعداد العقارب والفئران والقوارض الصغيرة. الطائر الشاهين دابا عاد هجم على واحد الحمامه في السماء، وسعى حتى اخر لحظه بغى يشدها وهربت له. هذا هو النوع نتاع الحمام اللي هجم عليه دابا عاد الشاهين. هو طائر اسم ديالو الورشان او حمامه الغابه، كيعيش فقط في الغابات، كيتسمى عندنا بالدارجه المغربيه ازطوط. اللي عنده شي معلومه على الاسم ديالو بالدارجه في المنطقه ديالو يكتبها لنا في التعليقات. هو طائر رائع، اكبر بقليل من الحمامه بالشكل ديالو كيف كتشوفوه، فيه الوان رائعه ما شاء الله. ها هو دابا عاد طائر الشاهين دابا عاد كيهجم على واحد المجموعه نتاع الحمامه والورشان. تعال للاسف ما مسكهاش، هربت له بحال اللي سبحان الله كان هاجم عليها في السماء، كان في نفس النوب وهي غير شافته لقات نفسها هودت الارض. استطعت نصوره في هذه اللقطه هذه حامل شي فريسه معاه، ما واضحش مزيان، ولكن غالبا تكون شي حمامه. هو الاكل ديالو المفضل، وغالبا ما كينقي الفريسه ديالو من الريش عاد كيدخلها للغار. سبق لي صورت هذه اللقطه هذه وغادي نولي نشاركها معكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش كيدير. كيجرد الفريسة ديالو من الريش باش كيدخلها نقيا عند الصغر ديالو العش. انا وصلت للغابة دابا اللي قلت لكم، ها هي الغابة نتاع الصنوبر ولا كيف كنسميوها بالدارجة المغربية تايدا. غادي نحاولوا نمشيو مع هذه الطريق هذه اللي من هنا، كاينه زوج طرق، كاينه طريق من هنا وكاينه طريق من هنا، نمشيو مع الطريق هذه.
التقينا بهذا الطائر هذا الرائع ما شاء الله، واللي عنده صوت جميل جدا. الاسم ديالو شرشور الأشجار أو حصون ظالم، واخا ما عرفش علاش سموا هذا الاسم. اشنو ظلم هذا الطائر المسكين؟ وصلنا للمنطقة فين غادي نصبوا كاميرات المراقبة الليلية باش نرصدوا ونوثقوا الحيوانات اللي كتخرج بالليل، ما يمكنناش نشوفوها بالنهار. انا نسد هنا واحد الكاميرا، ها هي. الله عساك ما تشدنا شي حاجة ان شاء الله، بحول الله نشدوا شي حيوان نادر ان شاء الله. هنا هذا هو الديتكتور نتاع مومو، هذا هو اللي مستشعر الحركة، هو اللي مستشعر الحركة، وهذه الكاميرا، وهذه هنايا الأشعة فوق البلا تطلع حمراء، أشعة تطلع حمراء، هادو كيشعلو في الليل واحد الضو خفيف بزاف ملي كتحرك حدا شي حاجة، ملي كتحرك شي حاجة هاد المستشعر هذا كيعطي أمر للكاميرا باش كتشعل هي والضوء الأشعة تحت الحمراء، ويبقى يسجلو أي حيوان تحرك. هذا تقريبا من هنا 3 متر يشد، من هاد الجهة 3 متر، ومن قدام 3 متر ولا 4 متر. انتقلنا إلى مكان آخر لنصب كاميرا أخرى باش يكون هنا كان إن شاء الله اختلاف في المخلوقات. أنا نصبت هنا واحد الكاميرا، الله وعسى تشد لنا شي حاجة هنايا، غادي نخليوها هنا واحد اليومين تقريبا ولا 3 أيام. انتهينا من تركيب الكاميرات ودرت لها بعض الأغصان للتمويه في الجوانب ديالها. دابا ان شاء الله غادي نرجعو نتفقدوهم على الله كما تكون صورت شي حاجه، ونتمنى تكون شي حاجه نادره. احنا قربنا ليها مشكله نتاع الكاميرات، ملي كتجي تصورهم كتنصبهم كتكون عاقل عليهم، ملي كتجي تقلب عليهم ما كتلقاهمش. تفاجأت في الفيديو حيت شاهدت واحد الديل غليظ، قلت واش هذا الديل تاع الفهد؟ كيف كتشوفوا ديل غليظ ومرقط، وفي فيديو اخر هو فقط الديل. اتضح بانه حيوان الزرايقاء ولا الزباد شائع. هذا الحيوان لاحم، الراس ديالو داير بحال راس نتاع النمس، والحجم ديالو اكبر بالقط من القليل. قليل جدا من الناس اللي غادي يكونوا شافوا هذا الحيوان. هذا كيتغذى بشكل رئيسي على الطيور مثل الحجل والسمان وكذلك الدجاج، بحيث كيقطع الراس ديالها وكياخذ الراس وكيخلي الجثة حتى يرجع لها من بعد. سبحان الله الحيوان غريب السلوكيات ديالو، ويقال انه كيعجبو كثيرا المخ نتاع الطيور هذه، داكشي علاش غالبا ملي كيقتل شي فريسه ديالو كيقطع على الراس ديالها. سؤال الحلقة، شكون اللي سبق له شاف هذا الحيوان هذا، واش كتسميوه في المنطقة ديالكم؟ من بعد ما مشى صديقنا الزباد ولا الزرايقاء جاه التعلبادة. الحجم ديالو صغير قليلا، وكيبان لي بحال اللي ضعيف شي شويه، وحاضر كيحضي المنطقه كامله حيت عارف بان شي حاجه جديده تركبت هنا في الغابه. سبحان الله.
وعاود المجيء لهذه المنطقة هذه عدة مرات في نفس الليلة. الكاميرا أخرى كذلك قامت بتصوير الثعلب، ولكن هذا الثعلب هذا بصحة جيدة، ماشي بحال الثعلب اللي في الكاميرا الأخرى. وكذلك الصديق ديالو ولا الزوج ديالو ولا الزوجة ديالو جات معاه، ما بغاتش تبان في الصورة، كيبان غير جزء بسيط منها. غالبا هاد الثعالب فضولية، كيف كتشوفو كتراقب الأشجار وتراقب الكاميرا، كتحس بأن كاينة شي إضافة للغابة اللي غير طبيعية. سبحان الله، حيوان ذكي. كيف كتشوفوها دابا كتراقب الكاميرا، نتمنى من الناس أنهم يحافظوا على المخلوقات هذه اللي عندها دور كبير في التنوع البيولوجي و خلق التوازن الطبيعي ببلادنا. إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى من الله تكون عجبتكم، وما تنسوش دعمونا بالاشتراك وبتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وتحياتي لكم في حلقة قادمة إن شاء الله.